آه يا عمي دخيلكن يا عمي. آه يا عمي خليني في أبي، خليه يروح يجيب لك حكيم. ما بدي يا أبو، الحكيم هو الله، هو الشافي المعافي. آخ وهلأ إذا فيأتي أبوكي بده يطلع خلقه ويخاني ويرجع هنا. لا يا عمو بدي فيقه. يا عبي يا عبي قوم الله يخليك، قوم جيب لها حكيم لأمي، والله كتير تعبانة يا ستي. يضربك ستي لعما أنت وأمك. لك أبي ما بتخلوا حدا يرتاح، لك تعبان والله تعبان، خلينا الله. يا أبي الله يخليك. غيلة وراك هنا روحي. تركي يا أمو تركي، الله يرضى عليك تركي. سلامتك يا أمو سلامتك. الله يسلمك يا أمتي، الله يسلمك ويرضى عليك. شو الصوت؟ والله ما بعرف يا أبي. لا مش يعني حرمية؟ حسي ظانة لا حرمية؟ ايش بدهم يساووا عنا الحرمية؟ لا عنا مصاري ولا عنا ذهب. ذهب؟ لا يوفقكم يا بينا جيبه. انزلي يا بي، انزلي شوفي مفتاح، انزلي. ما بسترجي يا بي. قوم انت هلا، بدك بنت تقوم بهالليل، قوم حاجة قاعد. يا حقوم الله لا يقشعك خير يا حقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ مين في هون؟ لا إله إلا الله. والله كان مسكر، مين فتح هواك؟ وليه؟ سلام قبل من رب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معيشنا عيشة الكلاب. آخ الله كبير، مال الخسيس بيروح فطيس. الله لا يقيم الشدة على قلبك. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلياتنا على الطريق. الله يرحمك يا أم نجيب، عشتي مع الترى ومتي مع الترى. إلهي ربي تجعل مأواها الجنة يا حق. ليش غطيت لها وشها؟ ما بتختنع؟ لا يا مو لا تخافي، ما رح تختنع، ما رح تختنع. خلاص يا مو، يضرب قلبي عليكم، يضرب قلبي عليكم. يا مو نجيبة. نعم. وينو أبوك يا مو؟ طلع من قبل الفجر، قال بده يدور على الحرمية. حرمية؟ دخيلكم يا ناس، يا ناس دخيلكم، ابوس ايديكم. انقلب بيتي، انقلب بيتي. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الباقي. انتقلت الى رحمتي تعالى. اخذكم النجيب، مصعب نجيب، سامحوها وترحموا عليها. يرحمني ويرحمكم الله. شيخ نزير زكاتك عيدة مرة تانية، خلي كل أهل الحارة يسمعوا مشان يروحوا ياخذوا بالأجر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى. إيه الله يرحمه ويحسن إليها يا رب. تعيش تعيش، لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم لازم تحية الله. تحية الله يا حارة، انخلب
مسكين يا ابو نجيب. شوف العكروت هلا عرف متى. الله يكون بالعون، الله يصبره. خرب بيتي يا جماعة، والله خرب بيتي، ما شفتوني ياهن ببوسكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحد الله يا أبو نجيب، كلياتنا على الطريق. خلاص أبو نجيب وحد الله بقى. شبك شوفوا داشي داشي، قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خير خير، شو أبو نجيب عبي والوي مسكين الله يكون بعونه، حرمته أعطتك عمره. يا ريت يا ريت لو كانت أعطتني عمره ما كان صار اللي صار. يا ريت منك العوض وعليك العوض يا رب. مسكين ماله متحمل المصيبة، الله يكون معه. اي والله الله يكون معه. تعال أبو نجيب تعال تعال عود أبو تعال. ما بدي عود، ما بدي عود، شو براسي ما بدي عود. يروح دور عليهم هدول الكلاب، ما بدي عود. على مين بدك تدوي؟ على الحرمية سيد راشي، على الحرمية. يا أبو نجيب ليش هيك عم تعمل بحالك؟ هذا كاس على كل الناس، كلياتنا على هالطريق. أنو طريق سيد راشي؟ أنو طريق؟ طريق المو. يا سيدي الخرب بيتي يا سيدي دخيلنا. يا وش يا وش، كم يبلغ عدد مسروقات ذهبات؟ 50 ذهبة يا سيدي وثلاث مشيديات و14 مرغوط. الله وكيلنا. اوه مبلغ كبير. انت منين بتجيب فلط كله هذا ذهب؟ ها نعده ذهبات قران، نعده ذهبات. انت فلط حرامي، انت فلط سراق. اعوذ بالله يا سيدي، اعوذ بالله. لا والله العظيم ماني سراق. طول حياتي وانا عم شم معهم مرغوت فوق مرغوت. 30 سنه صار لي محروم حالي لحتى جمعت 50 ذهبه واربع مشيديات و13 مرغوط. الله وكيلك. صص ولا صص، انت اكيد اكيد قاتل. جلاب تحصر دار بهجة بيك وسارق ذهب كتير من جلاب تحصر دار. انت لازم مشانق، انت لازم خوازيق. يسر عرضك يا سيدي، انا تحصر دار وانا بهجة بيك. والله العظيم انا بحياتي ما طلعت بالحارة. سأل المختار، سأل كل اهل الحارة عني. انا طول حياتي بالحارة حالي بالي، ما بدخل بحدا سيد راشي، ما بدخل بحدا. صص ولا صص، هذا بسيس. انت في سابقات خطيرات، انت بيشتم جلاب سلطان معظم. انا اعوذ بالله، انا بحياتي لا سبيت ولا شتمت يا سيدي. يستر عرضك، شو التهمة هي؟ هلق هلق لازم كشف مكان سرقات، وبعدين بعدين في تصرفات كثيرات. يلا فلط يلا. وينه ابن نجيب؟ مالي شايفه. يا الله يكون بعونه ابن نجيب يا بختار، اليوم مصيبته مصيبتين. خير شو صاير معه؟ لا ليش ما سمع؟ الحرامية فاتوا عليه امبارح بالليل وسرقوا له كل ذهباته. شو الحكي؟ ايه والله هو هيك عم يقول. وان شاء الله الذهبات مو كثار. والله كثار يا مختار، على قوله اكثر من 50 ذهبة. شو الحكي؟ ايه والله يا مختار. لا ولو بتشوفوه اليوم كيف ماشي بالحارة وبواعي النوم كأنه رح يجن. لا ومع أنه الشيخ نزير نادى بحرمته، بس وين أبو نجيب؟ ولا هون ماشي لحاله، ولا دري بوفاة مرته. لا حول الله. وخبرتوه أنه المرحومة توفت؟ لك ها خبرناه مختار، خبرناه. المسكين بيكون ضيع على الآخر. وشو قالكم لما خبرتوه أنه المرحومة توفت؟ إيش بدي أقول؟ قال الله يرحمه، وحمل حاله وراع الكركون مشان يشتكي على الحرمية. هلا راع الكركون وما اهتم بوفاة المرحومة؟ طب شو مرحومة ما مرحومة مختار؟ علي الحلال هذا أبو نجيب عنده البرغوت بيسوى كل أهله. لا حول ولا قوة إلا بالله، مين كان يصدق يا جماعة إنه أبو نجيب اللي قضى عمره على الصلبطة والشحادة يطلع معه 50 ذهبة؟ يلا يلا بدي تاريخة. خرب بيتي. سلام تعظيم مختار أفندم. أهلين باشاويش. سيد راسي الله يسترك. مختار سرقوا لي الذهبات، سرقوا لي الذهبات اللي قضيت عمري عم جمعهم ورا وراني. الله يسترك يا مختار. نمت فات ما لقيتهم، صفيت على الحديدة يا مختار. وحيد الله ابن نجيب.
المال الحلال بيرجع لأصحابه إن شاء الله. هلأ خلينا نفكر شلون بدنا نواري الحرمة تراباتها وبعدين بنحكي بموضوع السرقة. سيد راسي مختارنا الله يوفقك، بما أنه البشاويش موجود بركي بيمسك الحرمية قبل ما يصرفوا الذهبات. الله يوفقك. لا تضوجنا ابن جيب، أنا بعرف أنه المال بيعادل الروح بس مو لهالدرجة. يلا فلاد فوتي لنشوف أوضة حصل فيها سرقات. شرفوا سيدي. يلا فلاد يلا شرفوا. أخير هيك أخير. أمان يا ربي أمان. شرفوا سيدي شرفوا. يا ودهام بعتوا خبر لو فارس أخوه لأبو نجيب مشان المرحومة أبو نجيب؟ شاهر رح يخبروه. الله يجزيك الخير. على سيرة شاهر الله يرضى عليك، ترسوا لابن عمك شاهر يحل عن ابن عمك تحسين. تحسين؟ ليش وينه تحسين مختار؟ شو القصة؟ هاد يا سيدي القصة وما فيها.